حمد، طحت لك على ريال في موقع من مواقع التواصل الاجتماعي يسوي خصومات رهيبة على المخالفات المرورية، وهو يشتري لك تذاكر سفر بنص السعر. يا سلام، أحلى خبر سمعته اليوم. شو رايك تسافر؟ حاسبوا شباب، هذيل الأشخاص يستخدمون بطايق ائتمانية مسروقة وبيورطونكم في مشاكل أنتوا في غنى عنها. لا تنجرف خلف العروض الوهمية.